مشاهدينا وجوله جديده من برنامجكم كاميرا العقاريه. احنا موجودين النهارده معاكم في معرض النخبه العقاري اللي بيقام لاول مره في مصر في ارض المعارض. هتكون معانا لقاءات كتيره ومتنوعه، خصوصا كمان لان المعرض ده بيتنظم من قبل شركه جلوبال للاسكان. خليكم معانا. مشاهدينا بنحب نرحب بالاستاذ محمد مجدي مدير عام شركه اوراسكوم للاسكان التعاوني. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عايزه اعرف راي حضرتك في معرض النخبه بما انه اول مره يقام في مصر. لا، هو المعرض طلع الحمد لله تنظيمه كويس. احنا كنا متوقعين الاقبال هيكون اكتر من كده شويه، بس بروبلي عشان يتعمل في نص الاسبوع، بس الحمد لله امبارح والنهارده كان في اقبال كويس من الناس. حضرتك طبعا شركه اوراسكوم غنيه عن التعريف وليها مشروعات كتير، بس المشاريع اللي انتوا نازلين بيها بخصوص المعرض ايه هي؟ احنا نازلين بالمشروع بتاعنا اللي هو هرم لايف، اللي هو الاكستنشن الثانيه لمدينه هرم سيتي في 6 اكتوبر. وعندنا برضو المشروع بتاعنا اللي هو اينا جاردنز في مدينه اينا الجديده. دول المشروعين اللي احنا هننزل. هل في اوفر معين نازلين بيه يعني في خلال فتره المعرض؟ احنا عاملين سبيشال برايس للمعرض في سعر المتر بالنسبه للشقق بتاعتنا، وهوبفلي ان يبقى في اقبال قبل ما نخلص المعرض ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للمساحات اللي انتم نازلين بيها، مساحات العقار نفسه، هو بالقانون احنا لازم ما نقدرش نزيد عن 63 متر، لان المدينه بالكامل اسكان تعاوني اللي هو اب تو 63 متر، ما يقدرش اكتر من كده. ما يزيدش اكتر من كده. ما يزيدش اكتر من 63. طبعا اوراسكوم برضو معروفه بمشروعات ضخمه نازله طبعا في الفتره الاخيره. هل في حاجات مستقبليه انتوا دلوقتي بتعملوها في خلال مثلا 5 سنين اللي جايين؟ احنا ان شاء الله عندنا الاكستنشن الثانيه والثالثه من المدينه. الجزء الاولاني اتبنى على مساحه 620 فدان، لسه باقي بقيه الاراضي كلها هنبني فيها، هيبقى اراوند 55,000 وحده ان شاء الله. لما تحب تدي نصيحه للمشاهدين لما يشتروا عقار، ايه النصائح اللي بتقدمها؟ طبعا اهم حاجه بالنسبه له ان هو يشوف الاريا اللي بيشتري فيها فين، وسعر المتر كومبيرد للماركت عامل ازاي، والانفستمنت في مصر هو عقاري، ده اهم حاجه. دي حاجه بتبقى مضمونه تقريبا يعني. طبعا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد، وبتمنى لكم الخير. ميرسي، ربنا. مشاهدينا بنحب نرحب بالاستاذ داني خليل نائب الرئيس التنفيذي لشركه كي بي ام الكويتي. اهلا بحضرتك. اهلا، اهلا فيكم. اهلا بيك، تسلمي يا رب. مبدئيا عايزين نعرف الجمهور اكثر عن كي بي ام وتاريخ تاسيسها، ويعني بدات ازاي.
نحن شركة كويتية اسمها كويت لإدارة المشاريع، تأسست من سنة 2003. اوكي، نحن نعد من اكبر الشركات الموجودة بالكويت، لنا فرع بقطر، بالسعودية، بدبي، وحاليا عم نتم تجهيز فرع بمصر. يعني من دلوقتي لخلال 20 يوم ان شاء الله بكون الفرع مفتوح. في مقر بمصر، حيكون مقر رئيسي، لانه تقريبا مصر حاليا هي عم تجذب كل الاستثمارات والمستثمرين للعقاريين. يعني المشاريع اللي انتم مقدمينها عامة، يعني في الاول نبدا بالمشاريع اللي انتم بتعملوها اساسا وبعد كده ندخل في المشاريع اللي انتم مقدمينها هنا في المعرض. احنا اول شيء اللي احنا بيميز، اول شيء الشغل المميز عنا انه احنا مشاريعنا كلها ملك، احنا ملاك وليس مسوقين. يعني احنا عنا مشاريع اول شيء منفردين فيها، ما حدا بيقدمها غيرنا. اللي احنا عندنا بالمدينة المنورة، فندق بالمدينة المنورة بينباع على فترات اللي هي صكوك حسب الشريعة الإسلامية أكيد، وعندنا أوتيلات كمان بمكة بمنطقة العزيزية، وعندنا اللي احنا ريزورت، هودل أكيد ما بتسوقوا إلا بالكويت، من أكبر ريزورتات المنتجعات الموجودة بالكويت، ثلاثة ريزورت، واحد منهم يعد الأول وأهم من أهم الريزورتات بالكويت، تقريبا بتحكي ب 1200 شاليه. بالنسبه للمشاريع اللي انتم نازلين بها هنا في مصر، احنا نازلين هون مكه مدينه، بخصوصا المشروع الرئيسي عندنا هو مشروع المدينه المنوره اللي هو اسمه فندق روضه الصفوه. تمام، ده موقعه بيقع هو تقريبا بيبعد عن الحرم النبوي الشريف 100 متر. من يعني ما في فندق بالمدينه، خصوصا بعد الازالات اللي حتصير بالمنطقه الشماليه، ما في فندق بالمدينه حيكون ماخذ هيدا الموقع المميز بكل مدينه منوره. انت حضرتك كنت لسه بتقول ان في هيبقى اول مقر للشركه هنا في مصر في القاهره، ايه اللي خلاكوا او ايه اللي جذبكوا للاستثمار في مصر؟ اول شيء احنا مشروع المدينه من اهم البلدان لازم تسوق فيها هي مصر، لانه تقريبا المصريين بشكل الشعب المصري بشكل 25% من زوار المدينه. والشغل الثاني تقريبا مصر حاليا كل اتجاهات الاستثمارات والعقارات عم تتجه لهون، ونحن حاليا تقريبا 90% خالصين ديل، اخذنا مشروع بالساحل الشمالي، اخذنا ارض كثير كبيره حيتم بناء عليها من منتجع من اكبر منتجعات اللي حتكون بالمنطقه. امتى هيكون بدايه تنفيذ المشروع؟ تقريبا من شهر واحد 2017 بيخلص تقريبا بده 4 سنين، يعني عم تحكي بال 2020 2021. تمام، ان شاء الله. بالنسبه للمعرض عاده، يعني حضرتك ايه رايك في معرض النخبه الاول مره يقام بالقاهره؟ راي حضرتك عن الاقبال، عن الناس لما بيجوا يعرفوا، هل في تواجد انه يشتروا مثلا او يبقى في ديلز بتتقفل؟ اول شيء بالنسبه لمعارض النخبه، نحن من الشركات الرئيسية اللي موجودين بمعارض النخبة بكاملها، مش بس مصر، بمصر، بالكويت، بقطر، بكل معارضهم. فلحنا متواجدين معهم بكل المعارض، لأنه أول شيء شركة مميزة جدا بتنظيمهم، بكف نحكي كتنظيم، كحملة دعاية وإعلان، فما شاء الله عليهم، ما بيقصروا مع حدا. ونحن أول، أنا نازل قبل هيك معارض بمصر، بس يمكن أول مرة بنشوف هيك تنظيم بمصر، هيك ترتيب، هيك تنظيم. الإقبال كان جيد، ما فينا نقول جيد جدا، بس كان جيد بالنسبة لنا. الحمد لله أخذنا داتا كتير كبيرة من المعرض، والحمد لله صار في عنا تسكيرة بيع. حضرتك بتشوف أن المعارض دي بتبقى مفيدة ولا هي مجرد نافذة للمعلومات للعميل مش بيشتري؟ هيك احنا المعرض، انا بالنسبه لي هو براندنج اكثر منه بيع. يعني اللي احنا بيهمنا، انا بيهمني المعرض كتواجد، تواجد بين الشركات، يكون بنفس الوقت اكيد لازم تكوني متواجده بالمعارض، ما فيك، لانه المعارض هي اساس بعمليه البيع، بعمليه الماركتينج. مش شرط يكون في ديل؟ لا لا لا، مش ضروري يكون في ديل. انت اهم شيء اللي بيهمك انه تعملي انت براند، وبنفس الوقت تكوني متواصله مع جمهورك، مع الشركات الزميله اللي لك، وتتعرفي على كل الاشياء الجديده الموجوده بالسوق العقاري. واخيرا حضرتك تقدم نصيحه للجمهور لما يجي يشتري عقار، لو هنا في مصر او برا مصر، ايه النصيحه اللي بتقدمها له؟ اللي احنا النصيحه بنقدمها لكل العميل بغض النظر عن ان كان بمصر او بغير مصر، انه يتاكد من كل الاوراق القانونيه للمشروع،
كل الأوراق القانونية من العقود من كل شيء ما بيتعلق بالعقار اللي هو كل المستندات المطلوبة للعقار. بشكر حضرتك أستاذ داني وربنا يوفقكم وأهلا بكم في مصر. شكرا كلك زوج. شكرا. بيشرفنا بحضور الاستاذ حسن عبد السلام سيلز مانجر لواحه الريحان العقاريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. مبروك على المعرض. الله يبارك فيك. احكي لي شغل او تخصص شركه واحه الريحان العقاريه فين بالظبط؟ تمام، هو واحه الريحان ده اسم المشروع. تمام، واحه الريحان ديت احدى مشاريع الشركه المصريه الهندسيه للتنميه والاستثمار العقاري. ده مشروع في منطقه اسمها حدائق اكتوبر. ده كومباوند سكني في جميع الخدمات. مساحه الشقه عندي 85 متر. عندي نادي اجتماعي رياضي، عندي مركز تجاري، مركز طبي، مسجد، حضانه، كل عماره فيها اسانسير، فيها جراج، عاملين انتركم في كل عماره، عاملين دش مركزي، فخدمات متكامله داخل الكومباوند. الاستلام؟ عندي حاجات استلام فوري وفي حاجات استلام ست شهور. ايه رايك في معرض النخبه العقاري بما انه بيتعمل اول مره في مصر؟ هو معرض احنا كنا سمعنا عنه كتير بره في الكويت. هو فعلا بيتعمل على طول بره؟ يعني اول مره هم ينزلوا مصر، وكنا حابين ان احنا نجرب معاهم، بس هو طلع معرض كويس، الدعايه بتاعتهم كويسه جدا وشغلهم كويس، فان شاء الله هنشترك معاهم كل مره. ايه مشاريع حضرتك المستقبليه الخاصه بالشركه؟ والله احنا حاليا مهتمين جدا بالكومباوند بتاعنا عشان عايزين نخلصه في ميعاده، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. يعني مش ناويين مثلا تروحوا المنطقه السياحيه، يعني تروحوا مثلا الساحل او تروحوا راس سدر؟ مهتمين جدا بالسكني. السكني يعني ممكن نتجه ناحيه التجمع، ممكن نشتغل تاني في اكتوبر، لسه ما قررناش. ان شاء الله ربنا يوفقك. وميرسي جدا استاذ حسن عبد السلام سيلز مانجر لواحه الريحان العقاريه. شكرا.
مشاهدينا بنحب نرحب بالاستاذ حسين الشريف، وده نائب رئيس التنفيذي لشركه اموال الكويتيه. اهلا بك اختي، يعطيك العافيه. اهلا بك. اولا برحب بكم هنا في مصر، يعني الدنيا نورت. الله يخليك، وجودكم ما قصرتوا انتم بعد. اهلا فيكم. الله يسلمك. مبدئيا عايزه اعرف راي حضرتك في معرض النخبه اللي اول مره يقام في القاهره. والله بصراحة شوفي، معرض النخبة العقاري هو أول مرة، بس ما شاء الله عليه الإقبال كبير ويعطيهم العافية. التسويق كان هم كبير على أساس الإقبال هذا الموجود، وكان عندنا طبعا اللي شفناه بالنسبة للمعرض النخبة العقاري التكريم اللي صار، يعني شيء جديد وشيء جميل حلو يعني بالنسبة قبل أمس. أيوة، أمس هم كان فيه طبعا الاحتفال وجمع الشعب المصري مع الشعب الخليجي، فما شاء الله يعني تبارك الرحمن، يعني شيء حلو شيء طيب. بالنسبة للاستثمارات الخليجية أو العربية اللي بتيجي القاهرة، إيه اللي خلاكوا تنجذبوا في الاستثمار هنا؟ والله شوفي، بالنسبة لمصر احنا الآن بالنسبة لنا شركة أموال الكويت العقارية، احنا داشين في العقار المصري من زمان يعني مو توه، فعندنا احنا في شرم الشيخ، فحبينا الاقتصاد بالنسبة للمشاريع والعمل والاستثمار في مصر، يعني جذبنا اكثر يوم جربنا اول بدايه في شرم الشيخ، والحين متجهين الى الاكثر ان شاء الله في طبعا عده مناطق، مصر الجديده، القاهره الجديده، التجمع الخامس، يعني في اقبال كبير حلو وجميل يعني اللي شفناه احنا بالنسبه للجدول اللي سويناه حق الفتره اللي طافت. اي نعم. طيب احنا حضرتك زي ما حضرتك عارف ان في ثورات قامت، ويعني الاقتصاد في دول عربيه كثيره كان تاثر بالاقتصاد بالثورات اللي حصلت، ما لقيتوش مثلا وانتوا جايين مصر، لان كان في لسه ما كانش مستقر الاقتصاد المصري، فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ والله شوفي، بالنسبه للثوره اللي صارت في مصر انا ما شفت اثرت يعني على الاقتصاد او العقار المصري، يعني مثل ما هو ثبت وممكن ارتفع شوي بعد اكثر، واللي شايفينه الحين بالوقت الحالي ارتفع الى تقريبا كان خلينا نقول المتر كان 3، الحين صار 5 و6 و7، فهذا اللي شفناه، يعني ما شفنا شيء يعني اهتز او قل السعر بالنسبه للعقار المصري. حضرتك شايف ان مثلا بعد مده 5 سنين هل هيتغير العقار هنا في مصر للاحسن، او ان هو هيفضل على نمط واحد لفتره؟ والله شوفي، بالنسبه رؤيتي يعني بالنسبه للدول اللي صايره، بالنسبه للسياسات اللي صايره وما نبي نتكلم فيها، ان حاليا ما شاء الله على قولتهم ادخلوا مصر امنين، يعني مصر هي اللي سبحان الله الحين الاتجاه عليها بالنسبه لدوله عربيه اقتصاديه، شعب ما شاء الله تقريبا 80 مليون يعني، فيشجع هذا الشيء ان الواحد يدش على قولتهم بقلب جامد في المكان هذا، صح ولا لا؟ إيه، فهذا اللي احنا خلانا يعني نتشجع ونجي هني ان شاء الله، وان شاء الله ما نكون الا يعني على قولتهم انه صح اللي توجهنا له ان شاء الله. بالنسبه لشركه اموال، ايه العروض اللي انتم نازلين بها في المعرض؟ شوفي، شركة أموال بالنسبة لنا احنا العروض اللي نازلين فيها عندنا شرم الشيخ استثمار وسكن في نفس الوقت. استثمار تعطيك عوائد شهرية. عندنا الشاليه قيمته 500,000، 500,000 75,000 بالسنة. نعطي عائد كتأجير، هو يتملك الحصة الشاليه، والشاليه احنا نعطيه نأجر له إياه في قيمة 75,000 جنيه بالسنة، ويقسم على 12 شهر ياخذها بعوائد استقطاع أمر بنكي دائم. شهر يعني يطلع 6,250، زائد إذا حب يبيع بعد فترة إحنا مجبرين في البيع، طبعا العقار يمرض ما يموت، يا يزيد أو يظل نفس السعر، فإحنا مجبورين فيها. إذا حب مثلا بعد 3 سنوات ما يبي العقار هذا، فلوسه ترجع له 500,000 اللي هو الجنيه 500,000، أو على حسب سعر السوق نشوف للأعلى، والله يرزق، طبعا هذا كل شيء نصيبه ورزقه هذه. بالنسبة للمنافسة، إيه المنافسة اللي حواليكوا هنا في القاهرة أو في مصر يعني؟ والله شوفي، نوع المنافسة يعني المنافسة اللي أنت قاعد تتكلمين عنها يعني منافسة شريفة يعني إن شاء الله، بس بالنسبة لنا إحنا شرم الحمد لله الشعار اللي عندنا، شعارنا كشركة أموال الكويت العقارية، أن مشاريعنا جاهزة مقيد الإنشاء، التسليم فوري، فهذه الميزه اللي احنا مرتاحين فيها وشغالين عليها وماشيين، لان ماشيين صح ان شاء الله.
هل واجهتوا أي صعوبات في الاستثمار هنا في مصر، إذا كانت مثلا من تمويل، من يعني إجراءات معينة؟ والله بصراحة لا، ما حصلنا يعني صعوبات، بس شنو في يعني في الناس تبي، بالنسبة للمشروع اللي عندنا احنا، المشاريع الموجودة كلها جاهزة فالدفع فيها كاش، بس احنا سوينا عرض بالنسبة لشرم الشيخ، ان بالنسبة للاستثمار، الاستثمار كان احنا نعطي عوائد، زائد في ناس يقول لك احنا بنستانس بنروح بنفس المكان، فعطينا 3 أسابيع مجانا كل سنة، زائد العوائد الشهرية، زائد ضمان أصل المبلغ اللي بعد فترة السنوات هذه. فالحمد لله ماشيين، والحمد لله حققنا بيعات بالنسبة لهني معرض النخبة، والحمد لله على كل حال. أيوة آمين. أخيرا نصيحة تقدمها للجمهور في شراء عقارات؟ والله شوفي، النصيحة أنصح يعني على قولتهم بقوة، أن الاتجاه بالوقت الحالي إلى العقارات المصرية، وإن شاء الله الله يوفق الكل، الله يسلمك. فبالنسبة لها أنت شايفين التوسع والخدمات اللي قاعدة تصير في المناطق الجديدة، عليها إقبال كبير، واللي يبي طبعا عندكم شرم الشيخ وعندكم العين السخنة عليها إقبال، وقريبة من المناطق خاصة التجمع الخامس، ومصر الجديدة تحسين الحين متفرع إلى عدة مناطق في المكان نفسه، فيعني تكون قريبة ومكانها حلو. فشوف على حسب، الله يوفق الكل والله يرزق الجميع إن شاء الله. الله يخليك حضرتك وربنا يوفقك يا رب، ونورتوا مصر مرة تانية. وجودكم الله منور بوجودكم المكان، الله يخليك. شكرا على وقتك ويعطيك العافية. لو عايز تغير عنوانك وتستلم شقة أحلامك، يبقى مكانك معرض النخبة العقاري. ترقبوا أقوى تجمع عقاري بتشهده مصر من 19 ل 23 يوليو في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة أكثر من 140 شركة عقارية محلية ودولية ومؤسسات حكومية بتطرح أكتر من 400 مشروع في مصر ومعظم أنحاء العالم. للحجز والاستعلام معرض النخبة العقاري، تنظيم إسكان جلوبال.